جزاكم الله خيرا. هذه السائلة عين صاد نون تقول: زوجي الحقيقة عصبي ويطلب مني أن أجهز له الشيشة ويأمرني بأشياء الحقيقة قد تكون مخالفة للشرع، فيقول لي بأن هذا طاعة لزوجك، ما الحكم في ذلك؟ هذه طاعة محرمة، هذه طاعة للشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا الزوج ولا غير الزوج ولا الوالد ولا أي أحد، لا يطاع المخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكونها تحضر له الدخان أو الشيشة أو الأشياء المحرمة فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.